الثانية صباحا 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. تقدمت مصر بمشروع قرار أمام منظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نموا. وأعلنت الخارجية أن القرار يهدف لتوفير حلول عملية لدعم المزارعين والمنتجين وتعزيز القدرات الإنتاجية من الحبوب والغلال في تلك الدول بما يتوافق مع قواعد المنظمة ذات الصلة، هذا فضلا عن توعية الرأي العام العالمي بحجم الأضرار الشديدة الواقعة على اقتصاديات الدول النامية في هذا الشأن. حظيت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب باستجابة وتأييد تام بلغت نسبته 96%، كما بلغت ردود الأفعال الإيجابية من قبل المواطنين نحو 86%، وحققت الدعوة حالة من الارتياح وردود فعل إيجابية لدى الرأي العام بشكل عام، حيث تسارعت بالتفاعل معها كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشخصيات العامة ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الإعلان عن الاستجابة لتلك الدعوة وتثمينها والإشادة والتأكيد على قدرة الأكاديمية الوطنية على تنظيم وإدارة الحوار بشكل حيادي ومثمر. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى منح بلاده وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وعدم تركها في منطقة رمادية. وأضاف زيلينسكي أن 71% من الأوروبيين يعتبرون أوكرانيا جزءا من الأسرة الأوروبية، متسائلا عن عدم رغبة بعض الدول في السماح لكييف بالانضمام إلى الاتحاد. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا لن يكون الشرط الوحيد لرفع العقوبات عن روسيا، مؤكدا ضرورة اتفاق كييف مع موسكو بما يضمن حماية وسيادة أوكرانيا. وأشار شولتز إلى أن جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2014 لا تزال سارية المفعول، مبينا في الوقت ذاته أنه على روسيا أن تدرك أنها لا تستطيع إجبار أوكرانيا على السلام، ولكن يجب أن تتوصل إلى اتفاق معها. التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للمرة الأولى مع نظيره الصيني في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بسنغافورة. وقال وزير الدفاع الأمريكي إن اللقاء تضمن مناقشات مع نظيره الصيني حول العلاقات العسكرية وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي، داعيا بكين إلى الامتناع عن القيام بخطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستستقبل 20,000 لاجئ من أمريكا اللاتينية في عامي 2023 و2024، وستفرج الولايات المتحدة عن 314 مليون دولار من المساعدات الإنسانية خصوصا للمهاجرين من فنزويلا. تأتي هذه التصريحات في ختام قمة الأمريكيتين في ولاية كاليفورنيا. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. إليكم تحياتي، أنا حور محمد، إلى اللقاء.